حنا اوني سير فيسبوك، حيت كاين الناس اللي كيسولونا في فيسبوك. سلام عزو، غاد دفاغ اسبانيا، غاد دفاغ الخو نيغادس اسماعيل. كسانة مليح الصباح، كسانة ما تدفعي كسانة شوية مليح كومام. إذا نطوى مليح اسبانيا، إذا نطوى ديني القبول مليح. إذا نطوى ريجيس كوميس عام وشهرين كاين شي امل، ريجيس كوميس عام وشهرين كاين شي امل ندفع. عامين مزيان مخير، عام مخير، غير دوز عام راه مزيان تقدر تدفع، حيت كتكون عندك لونسيانتي مزيانة. السلام خويا، ممكن نعرف اسبانيا واش وراق بالفرنسي ولا نطلب اسبانيا؟ بحال بحال درتي اسبانيا، بحال درتي اسبانيا ولا درتي الاسبان، درتي الاسبانيا ولا درتي الفرنسية راه بحال بحال وكان بروبليم، ولكن على حساب اش مدينة فين غتدفعي. الى الناظور كيما نقول لك راه وكان بروبليم، كاين شي مدن اللي فيهم شويه ديال الاختلافات. الله يحفظك، غدا ان شاء الله نصوني عليك الى كتاب ان شاء الله. مرحبا خويا عماد، خويا عماد الى بغيت باش نبقى نجاوب كل شي حاجه فيسبوك، حجلة كونسلتين كتبها في فيسبوك، راني لايف عليها، تقدر تدخل فيسبوك احسن. عافاك، بالنسبه لي بوردورو ولا تيساسيون دو كونجي واش مهمين ولا بحال بحال؟ شوف، الا دير لاتيساسيون دو كونجي مزيانه، ما درتيهاش سي اوكان بروبليم. لاتيساسيون كونجي راه شي مرات استراتيجيه كيفاش غتحطيها في لو دوسي، شي مرات ضروري ديريها، شي مرات لا. دابا ما عرفتش واش غتكوني اول مره ولا ديجا عندك لي فيزات، هاد شي مرات، حيت شي مرات ملي كتكون كيكون ديجا عندك فيزا ودرتي كونجي كتليميتيك في لو طون. الا مثلا هما باغيين يعطيوك مده كبيره، ملي كديري كونجي بحال اللي كتليميتي فيزا ديالك شي مرات. اما الى اول مره من الاحسن ديريها باش غير تبين لي لا ستركتور ديال لو دوسي ديالك يكون مزيان. الاخوان اللي التحقوا بنا مرحبا بكم في فيسبوك. انا غالبا راه كما قلت لكم ديك المره، انا دابا التوجه ديالي للفيسبوك، تيك توك المهم الناس اللي من دابا يكونوا عارفين انني كنكون سيغ فيسبوك، باش النهار اللي نكون غبر في تيك توك تلقاوني سيغ فيسبوك. غالبا هذا هو التوجه اللي غيكون ان شاء الله. عافاك، بالنسبه لي بوردورو لا سان اس اس، لي بوردورو عاوتاني ديال لا سان اس اس ماشي ضروريين، الا كان عندك حيت غير ديكلاراسيون كافيه، ديكلاراسيون كافيه في لو دوسي ديالك. لي بوردورو كيكونوا يعني قبل ما دير لا ديكلاراسيون، الا عندك النتيجه اللي هي ديكلاراسيون راه ما تحتاجش لي بوردورو. مرحبا الاخوان اللي التحقوا بنا في فيسبوك، مرحبا بكم. عندكم شي سؤال نجاوبوا عليه مرحبا. الرونديفو موجود، الرونديفو يقصح. عاوتاني الروفي اسبانيا، بغيت ندفع عاد عطاوني الروفي اسبانيا، بغيت ندفع المانيا بالضمانيه نتاع قريب عندي لا سي سي سام. مزيانه، توكل على الله، مزيان مزيان، المانيا نيشان نيشان جود. عافاك، بالنسبه لي بوردو جاوبنا، دفعت دفعة أكل الواليد وشيناي موتي اثنين، ما أذعوذة وحدي ناكي صغاري سجل تجاري نوحدي. بودا تقري وحدش، بودا تقري وحدش، بودا تعاود وحدش، موتي اثنين ذا مشكل لوطيل، مشكل لوطيل سعدون خاش المدة اللي نورمالمو أشوش ندايس. الدار البيضاء خويا، الدار البيضاء كاين لي سبيسيفيتي، كاين شي حوايج خص يكونو بسبونيولية، كاين لي سبيسيفيتي ماشي كلشي فرونسي. الدار البيضاء من الاحسن اسبانيا، اسبانيا الدار البيضاء باش تكون بيان بريسي في الترجمه ولا تدخل لو سيت ديال بي ال اس، غتلقى واحد البلاصه فيها لي دوكيمون، دوك لي كود دوكيمون كيعطيك كل مدينه اش من دوك اش من لي دوكيمون اللي كيطلبوا. مثلا الكازا نورمالمون حتى الحاله المدنيه كترجم، عندهم شي حوايج بارابور الناظور شويه فيها دي زيكسيبسيون. ست شهور نشا رونديفو والو، ها هو اخويا سمير رونديفو قساح، رونديفو يبدا نقاتل التنخاس. كونترا ديال اسبانيا واش مضمونة فيزا؟ لا سا ديبو على حساب شكون اللي دار لك لومبلوايور اللي دار لك الكونترا، واش سيت سيريو، واش سوسيتي كبيرة معروفة عند القنصلية يعني كيشوفو لو ستاتيو ديالها، واش ديجا الناس اللي دازو منها واش كونفيونس. الا شي شركة هكا مكتخلص الضرائب ليها في اسبانيا ولا المسائل راه ما يدوزوكش.
ان شاء الله. شوفوا شوفوا هو فيسبوك ديالك شنو هو فيسبوك ديالك، غديري حجله كونسلتين، حجله كونسلتين كيما مكتوبه في تيك توك، غديروها في فيسبوك غتلقاوني اون ديريكت. فرنسا ولا اسبانيا بجوج مزيانين اول مره، بالنسبه لاول مره بجوج مزيانين. كومونتير ابارتون ايسي. الناس اللي معايا في فيسبوك الا عندكم شي سؤال سولوني، حيت غتكون عندكم الاولويه على تيك توك. ندير لكم اول مره وكونجي خدمه، عملوا لي كونجي مفتوح، ناخذ لي 15 جوغ ديالي فوقاش ما بغيت. صافي سابون مزيانه، غادي مزيانه. سيل فو بلي اللي عنده شي سؤال يقد يطرحو في فيسبوك احسن. انا بغيت ندفع كازا، واش فرنسيه هانيه خويا؟ فؤاد اونفيرس. خويا فؤاد، بالنسبه لكازا كما قلت لك بصراحه ما عنديش التاكيد، خصني نمشي للو سيت باش نشوف لك واش فرنسيه ولا الاخر، ولكن الا تقد تعطيني واحد الدقيقه نجبد غير البيسي ديالي ونشوف معك. صافي تسمحوا لي واحد دقيقة بيا نكونفيرميو. كونترا ديال اسبانيا واش مزيانه؟ وي بيان سور، كونترا ديال اسبانيا مزيانه. اسم سمير كارا بلال، الرونديفو من اسبانيا موجود السنه. ازمند اخويا سامي اسماعيل دي ازمند شحال نياز شحال نهار السبت يعدوني دازم اخويا سمير خويا اسماعيل يلاه ازمند عاد وصيرو ما تغسك شون دوميسين ملا ما تجارب شون دوميسين ملا. واخا نشوفو هاد السيد ديال اوه لا لا سوري نشوفو بي ال اس، نشوفو بي ال اس ديال كازا في لي دوكيمون واش كيطلبو الترجمة. فين واصل رونديفو اسبانيا؟ راه في دوليبران، راه واصل في سبتمبر، يعني راهم في شهر 10 غيبداو شهر 10 ابارتي من هاد لا سيمين، ابارتي من الرونديفو اللي غيحلو هاد المرة. السلام عليكم، وعليكم السلام. اول مرة كونجي واخا بي ال اس اس مروكو. شوفو فيزا بي ال اس ابليكاسيون فورماسيون، شوفو لونغاج فرونسي، سيغونس فواياج، دوميسيل، سيغونس فورماسيون جينيرال، خاتيف دو فيزا، شوف فيزا شينغن، فيزا شينغن، دوكيمون روكي، دوكيمون روكي، روكي كازابلانكا، سونتر كازابلانكا. لي سولني على الترجمة بالنسبه لكازا، دو فورمولير كازا، دو فوتو، باسبور اون فاليتي 6 موا، كوبي بروميير باج، باسبور بلس كوبي دو فيزا لي كاشي، اسيرونس فواياج، كوبي اكت فواي، كوبي داكت دو مارياج اي لا تراديكسيون اون اسبانيول. لي سولني على الترجمه راك معايا هنا، كوبي دي توت لي باج ميم لي باج فيد دو ليفري دو فامي، بروف دو لوجمون، ريزيرفاسيون اوتيل،
invitation en espagnol, 15 jours. Nos employés, copie registre commerce, la traduction. لسوني على لسوني على الترجمة بالنسبة لفؤاد أونفيرس. واش من اكتيفيتي اللي عندك باش نجاوبك بالضبط؟ هادي اللي عندك لوجيست كوماس اللي كتلوه الترجمة ديالو كوبي ديرنيير واخا امبلويي اتيستاسيون ترافاي اوريجينو بلس لا تراديكسيون اون اسبانيول كتلبو الشهادة المهنة كتلبوها بالاسبانية ديكلاراسيون واخا مزيان حتى لهنا مزيان فونكسيونير اتيستاسيون ترافاي اون اسبانيول روتريتي اتيستاسيون اون اسبانيول profession libérale traduction carte professionnelle autorisation d'excès la traduction en espagnol français غير مقبول document prise en charge en espagnol autorisation parentale en espagnol اللي سولني على الكازا الترجمه كامله خص تكون اون اسبانيول ما كانش الفرنسيه ماشي بحال الناظور ماني غاك المحل اثومات الله يحفظك خويا اسماعيل شغالين المحل كوينه كزغن غني غاريه الزاتي القصع قبري القصع كزغن غن اتسقسي دغيا بنك افريقيا في كزغنغان الشارع مقرن ديني تجي ان شاء الله ديني تجي ماشي نحاش القناه ان شاء الله واخا اول مره كونجي عندي غوفي اسبانيا وعندي سان اساس فيها عام واش تنصحني ندفع فرنسا تقدر تدفع فرنسا دفعي فرنسا فرنسا احسن الناس اللي عندهم الناس اللي سالاري للسيكتور بريفي ولا بيبليك من الاحسن فرنسا هما كيعطيهم بحال اساتذه بحال حتى عشنا هاد المرحلة أنه الناس اللي كانوا عندهم لي سالير والمسائل عطاو ليهم فيزات ميزون واش كاين رونديفو اسبانيا اش مدينة إلا بغيت دير شي تلميذ إلا بغيت دير شي تلميذ انفيتاسيون مزيانة تقدر دير له ماشي اوكان بروبليم هواري هو الزهرة فاطمة عافاك بالنسبة لابارتومون كريدي في اسمي واش ندفع نعزز بها الدوسي وبيان سور بالنسبه لفاطمه الى عندك ليكسبيديسيون ديال النوتير ليكسبيديسيون ديال النوتير اللي مكتوبه اون فرونسي ديريها في لو دوسي ديالك مزيانه مخيره كاع الى تقدري تزيدي معاها لا سيرتيفيكا دو بروبريتي اللي كتعطاك من المحافظه الى درتي ليها الترجمه الفرنسيه زيديها احسن هذه قضيه مزيانه الناس اللي معايا في فيسبوك حيت راه كنهضر في تيك توك اون ميم طون كنهضر على فيسبوك خويا لقيت كونترا رومانيا 8 مليون واش مزيانه خويا وليد الناظور رومانيا ما عنديش معاها الصراحه ما كنخدش فيها سلام فيزا فيزا سلام فيزا زياره للوالده ديالي ترفضت شديت محامي في المانيا من شهر 5 والدوسي مازال في المحكمه كيتعطلوا بيان سور كيتعطلوا ماشي ملكيه كيفاش ماشي ملكيه فهمتش عافاك بالنسبة لابارتومون كريدي في اسمي واش ندفع نعزز بها الدوسي ماشي ملكية وعندك المحافظة لا الى خديتي غير كريدي بار لا بونك كيعطيوك سور لا ريكيزيسيون ولا كيعطيوك سور لو تيتر فونسي ماشي الملكية كتسمح لنا ليكسبيديسيون اللي كتكتب عند النوتير ليكسبيديسيون الى شريتي هذيك تقدر تزيديها في لو دوسي ديالك خويا عندي بيرسون فيزيك من 2021 هو واش مازال ليا باش ندفع فيزا بلي جاوبني خويا ايوب ما فهمتكش السؤال ديالك صراحة ما الا تقد الا كان ممكن حيت كيسهل عليا في فيسبوك نجاوب على الاسئله تيك توك ما كيبان ليش راه كندير داك لا كاستيون ما كيبان ليش مزيان علاش ما كيعجبنيش نخدم فيه تقدر تلتحق سيغ فيسبوك احسن باش نجاوبك حيت الاسئله ما كيبان ليش مزيان سيغ فيسبوك داك الشيء واضح عندي غير ملكيه لي زوتر دوكيومون بقاو عند النوتير غتمشي للنوتير يعطيك ليكسبيديسيون راه عنده لا كوبي ديالك وهاديك هي الملكيه ليكسبيديسيون ولا الاخر كتعطيك جوج ديال لي لور اوكي كيعطيك بالعربيه والفرونسي كريم البشيري كريم البشيري وي خويا كريم مش تجي مليح بخير فاطمه بالنسبه ليكسبيديسيون حاولي سينو خديها من النوتير تلقى عندي واحد لا كوبي وخا يعطيك غير كوبي ديريها في لو دوسي كريم البشيري
ويا كاري مش تجي مليح خويا. عندي بيرسون فيزيك واخا هاد السؤال جا هنا. اماني غاك الوكاله اختار لك زون غير. علاش ما جاوبتش مدينه؟ ما فهمتش السؤال الصراحه. الا تقدي تعاودي السؤال الله يرحم الوالدين نجاوبك. حنا رانا هنا كاع هادشي اللي كندير باش نجاوبو الناس ماشي باش السلام عليكم. السلام، بغيت فيزا انا وراجلي ولادي صغار، واش ملي نخلص روندي كنخلص واحد ولا على حسب الافراد؟ بالنسبه للرونديفو، الا كنهضروا على الناظور كتشد ان سول رونديفو. نهار اللي كتمشي بي ال اس كتزيدي المصاريف ديال شاك بيرسون كتزيدي عليه المصاريف. تقريبا كيخلصوا عليهم شي 450 درهم لكل واحد، وسا ديبو على السن. الا قل من 6 سنين ما كيخلصش، الا اكثر من 6 سنين شي مرات كيخلص نص ديال الثمن. ومع ذلك اوكي مزيان. ميمون قدي وراق وتوكل على الله. مزيان فيزا مالطا ما كاين شي امال؟ خويا ميمون مالطا لا، ما بالنسبه لابارتمون كريدي في اسمي، واش ندفع ملكيه تعاون في الدوسي؟ و بيان سور تعاون، اي حاجه في الملك بالسميه ديالك ديريها. لايب بالنسبه لابارتمون جاوبنا. واش اخويا منين كتدفع؟ ما فهمتش السؤال مزيان. بي ال اس كازا خويا ان رونديفو، بي ال اس كازا خويا كان رونديفو؟ لا كازا لا اخويا. عندي بيرسون فيزيك من 2011، واش من هذا السؤال جاوبنا عليه. واش اخويا منين كتدفع فيزا اسبانيا؟ واش كتسيني في الفورمولير كدير لا دات ديال النهار الدفع؟ بيان سور لا، كدير لا دات ديال الرونديفو اللي عندك، غالبا كيكون لا دات ديال اللي كتدفع فيه. هو بيان سور بروميرمون لا دات و لو ليو ضروري خص يكونوا، بلوس لا سيناتور، حيت بحال اللي كتكونفيرمي انك درت عطيتي لاكور على لي كونديسيون اللي كاينين على الفيزا. الا ما سنتيش الدوسي ديالك تحرك، حاول ما يمكن تسنيو في لي دوسي ديالكم. فاطمه بالنسبه لاسيورونس دو فواياج ناسيها، فواياج ناسيها نخدم من لابونك ولا اجونس اللي شبر لي رونديفو؟ فاطمه هذه المساله ديال لاسيورونس فيها وفيها. الى السيد اجونس خدام ماشي اجونس ديال لاسيورونس وغتدفعي اول مره، ننصحك ديريها يعني ماشي من لابونك، الاحسن ديريها من برا. حيت علاش؟ حيت فيها ان بريليفمون اوتوماتيك كدير لك من لو كونط ديالك، كيبريليفا شاكان، الى نسيتيها غيحيدوها لك من لو كونط ديالك، وانتيا مازال ما عرفتش يعطيوك ولا ما يعطيوكش. الا عطاوك فيزا، ديجا عندك فيزا وناويه تمشي وترجعي، ديريها من لابونك، حيت غتولي عندك فيزا يعني كتحتاجيها على طول ديال العام، يعني ديريها من لابونك. وملي كديريها من لابونك كتعطيك امل انه يعطيك مده كبيره، حيت راه يكونوا ديجا عطاوك مثلا 45 يوم ولا 3 شهور ولا 6 شهور. ومن كديريها من لابونك كتحسب، كتكون فيها واحد لامونسيون كتسمى بارتاك بارتاسي دو اون كونديسيون، يعني التجديد الاوتوماتيكي ديال الكونطرا ديالك. هذا كيعاون باش يعطيوك فيزا فيها مده كبيره. هاد المساله بزاف الناس ما كيعرفوهاش، يعني سا ديبون اش من لو كار اللي راكي فيها، واش اول مره ولا ديجا عندك فيزا. انا واخويا معاك صافي. جو بونسي الجواب ديالك باين ياك. توغا اكير فيزا توريست او شيناي الرفض موتيف 10، شحال المده باش تدفع؟ 3 شهور غتعاود سالاري في سوسيتي. خويا فؤاد انفيرس غدير الترجمه لاتيساسيون دو ترافاي ديالك اون اسبانيول، هادشي اللي كاين في لو سيت ديالو. السلام صافا، دفعت في الناظور الاسبان، طلبوا ليا اتيستاسيون دو سولد سون ابوستيل اتيستاسيون، شكو فيها في لاتيستاسيون دو سولد، شكو فيها الا فيها مشكل. علي معروفي، شكرا خويا الله ينورك. مرحبا خويا فؤاد، نتمنى انني باش نتكلم كناخذ المعلومه من الاصل، يعني كنحيدو ما كاين لا قال لي هذا ولا ما قال لي هذا. بان ليا ماشي بزاف ديال الناس اللي تلتحقوا معنا في فيسبوك، حاول ما يمكن تلتحقوا في فيسبوك باش نجاوب الاسئله ديالكم، حيت تيك توك ما الاسئله ديالهم ما كنقراهمش مزيان وكنترون.
لا اول مره ديجا عندي ديجا عندي السبت مي الاسبان اول مره ديريها مره حاولي ما نديري بها غير خص تكون لاجونس تكون يعني تيقاوها ماشي حيت كاين دي زاتيستاسيون اللي كداروا غير كتقطعوا شنشن حيت كيكون فيهم واحد لو كود ابار الا دوزتي عليه التليفون كيبان السميه واش كاينه ديك لاسيرونس ولا ما كايناش هما كيفيريو داك الشيء دغيا ايوا الا ما لقاوش السميه ديالك في لاسيرونس راه واخا انا دفعت فيزا اسبانيا خويا بدر 3500 الناس قل من 3500 عطاو ليهم فيزا لا اول مره ديجا عندي ديال السبتة ان شاء الله يعطيوك يعطيوك اسبانيا الا ديجا عندك ديال السبتة ان شاء الله يعطيوك سلام صافا دفعت فيزا في الناظور اسبان طلبوا ليا اتيستاسيون دو سول ابوستيلي عطاو لي الرو في اسبانيا واش تنصحني ندفع فرنسا لا سي ان اس اس هذا الشيء جو بونس جاوبت عليه سلام دفعت فيزا في الناظور ابوستيل سلام غاري رونديفو نهار 23 مرحبا خويا محمد غيات نقدر ندفع فرنسا بلا ضمانه وي بيان سور تقدر دير لي اوتيل شحال الوقت كيردو اسبان دابا من خمس كانوا كيوصلوا حتى 60 يوم ولكن دابا راه نقصوا دابا داك المشكل اللي جو بونس الى تحل من 15 حتى 25 يوم ديجا غاري رفض 3 يمان نمرو 10 ميم شرخو اذاني خشا شادي الدوسي هاني شان حاجه الزياده خد الدوسي توغاش قبل باش تتبدل ولكن ما رانا نفس الدوسي تشنش نفس النتيجه اتعاود نفس الدوسي شنو النتيجه قا نورمال واش ادفع نفس الدوسي شنو النتيجه سي نورمال حاول ما يمكن تعني شن حاجه تبدل دي الدوسي باش تبدل النتيجه قال مقوله معروفه واش حلات فيزا اسبانيا الناظور واش حلات فيزا اسبانيا الناظور ما فهمش واش رونديفو راه حلو نهار السبت خويا زكريا وان واني حواجن وني حواجنا على الرونديفو في فرنسا كاو مرحبا به يوزر 209 ان شاء الله مرحبا هاد غاري واتساب هذا يوضن وني حواجنا على الرونديفو كاين واحد السيد الا واش عقير غشاو ها قتوالي ردوري فيزا اسبانيا واش نعاود اسبانيا ولا نبدل ندير فرنسا خويا الله يحفظك خويا الله يحفظك كارت انفيتاسيون مع الشركة 6 سنين وكل شيء على حساب مروج كاين شي حظوظ بيان سور كاين محمد فراني كاين حظوظ خويا غادي يضمنوني جوج خوتي الاخ اول 7000 درهم والثاني 6000 كيتخلص درهم باش نقدر اللغة واش عندي حظوظ باش نقرا اللغة واش عندي حظوظ اسبانيا واه مزيانة كاين حظوظ اللي فيسبوك بحال اللي ما كيبغي حد عرفت واش عندكم شي مشكل معاه ولا حيت انا تيك توك عندي معاه مشكل ممكن نمرونش هذا يثكل في الدوسي مرحبا نمرون قطة في دي بروفايل ولو قطة في دي فيسبوك سينو احرام نتوا ديجا وشي ناس النمرو قي 06 61 44 63 10 06 61 44 63 10 مرحبا ادغاري في واتساب سكيت غير تاريخ انا رونديفو نجد الوقت باش اش قضي الكلا دي ملصقه عندي لاجوندا و باسكو غير شفت نضغط لي دوسي باش نزعم ماني شغن كولوكا دي انا كنغوا هذه لي الكالندري خويا انا موظفه خويا انا موظفه عندي الملك والاخ ديالي 4 سنوات عنده كونت وخدام في الشركه هذه كيفاش نقدر نعاونو السنه سيست
خويا انا موظف وعندي الملك والاخ ديالي 4 سنوات عنده كونت وخدام شركة هادي، كيفاش نقدر نعاونو؟ تعاوني، راه عنده المسائل ديالو مضبوطه هو. انا بغيتي ديري له شي بريزون شارج، ولكن راه نورمالمون هو المسائل ديالو ديجا عنده. دفعت 10 ديال لي كونط. اول مره ندفع، بغيت نجرب فرنسا، واش كتسهل حسن اسبانيا؟ الناس في فرنسا لقاو فيها التيسير خصوصا في هاد الايامات اخي. واش حتى فرنسا فيزا دراسه كاين فيها مشكل؟ الى الناظور ما فيهاش مشكل خويا. موظفة عندي الملك والاخ ديالي، هاد جواب جو بونس الى جاوبت عليه. عاوداي النمرو 06 61 44 63 10، 06 61 44 63 10. اخي حتى فيزا دراسة، اخي واش حتى فيزا دراسة؟ واش تصاوبوا موقع بي ال اس؟ واش تصاوبوا؟ تصاوب ديك النهارات ملي يحلوا الرونديفو، واش يقبلوا ليا فيزا اسبانيا؟ لان الصالير 3500 درهم عندي، ماشي مشكل. اخش خيوش هاد النمرو، شكرا، الله يحفظك احمد غياث، مرحبا. التحقوا بفيسبوك، التحقوا بفيسبوك. التحقوا بفيسبوك. الله ينورك، بارك الله فيك. سي زكريا الصباح، الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحشمنا. الدحشة. نورا خرج بلي غيبدلو سيستم ديال الرونديفو بي ال اس. حاليا مازال ما كاين والو، حاليا مازال ما كاين والو. اون فوا يكون شي حاجه كيعلمو. الا كتهضر على ميزاجور حاجه، الا كتهضر على شي حاجه اخرى ما عرفتش. نسولك اخويا، نسبه قبول فيزا شركه، فيزا شركة من أي ناحية؟ واش راك خدام شركة ولا عندك شركة؟ سي زكريا الله يحفظك. حميد عزوزي الله يحفظك اخويا حميد، بارك الله فيك سي حميد، الله ينورك. عندي شركة 2018 مزيانة، لونسيانتي كاينة. لو كونط ديال لا سوسيتي عندك مزيان خدام، واستاد مدة الجواد عند الدفع في القنصلية بتل النسبة لعقد عمل فرنسا، بتل النسبة قنصلية بتل النسبة لعقد عمل فرنسا. بسيكولوج، السؤال اللي كتقد تعاودو، الله يرحم الوالدين. كننتظر انه يطلعوا لي الاسئله في فيسبوك، كنلقى كاين الرواج مزيان، تقدر توكل على الله. الا كان لو كونط مزيان محرك تقدر توكل على الله. لا سوسيتي راك عارف ستاتي و جوست كوميرس، لو كونط اللي اساس ديال لا سوسيتي والضرائب ديالك توكل على الله. السلام اخي صبار، بغينا ندفع بورتوغال صالير بعرف مي خدام في الشركه. جمال في جمال، برتغال راه مزيانه مزيانه، برتغال الناس راك عليها ضغط، حتى هي على عقد العمل فرنسا. مده الرد على عقد العمل في فرنسا، الصراحه انا العقود ديال العمل ما كنخدموهش بزاف، ولكن غالبا كتوصل شهرين، 60 يوم ماكسيموم كيردوا قبل. ما عندناش
الفيس ديالك تقلب صاحبي مالك، دير حجلة كونسلتين كيما فكينا في تيك توك، اطلع لك لاباج ادخل هاين سهل. شكرا استاذ، مرحبا سيكولوج، مرحبا سي زكريا، مازال خدام 100% هانيه خدام الحمد لله. انا دفع القنصليه شحال المده باش يردوا عليا؟ قلت لك تقريبا جو بونس هذا السؤال جاوبت عليه. كنستنى الاسئله ديالكم في فيسبوك والو صراحه. الين لايف كان رفت كان، ولكن البارح كان الفيزات مزيانين. البارح كانت الفيزا مزيانه تلقوا، البارح كانت شويه الدعوه مخيره اسبانيا. مبقاتش ملف مهني ولا مهن كذا، كل واحد والمسائل ديالو، الدوسي والتوقيت خص يكونوا جوج مزيانين وتوكل على الله. الناس ولاو كيلتحقوا في فيسبوك مزيان، اش اللي بغيت انا؟ بغيت هذا الربعين واحد اللي عندنا هنايا في تيك توك بغيت نشوفها هنايا في فيسبوك، وهاد الاسئله اللي كاينين هنا بغيت نشوفهم في فيسبوك صراحه لله. اللي ما عرفش كيفاش يدخل الفيسبوك غياخد غير السميه اللي الفوق حجلة كونسلتين في فيسبوك، يدير غوشيرش اطلع له لاباج وطلع معنا في اللايف. اش اللي كاين؟ حتى انا بغيت واحد نوصل واحد لوبجيكتيف انني نبقى نطلع كل واحد في فيسبوك باش نبقاو نجاوبوا على الاسئله ديالكم، حيت فيسبوك عنده ميزات احسن من تيك توك. شحال ديال الوقت، شحال ديال الوقت باش يخرجك الرونديفو اسبانيا رابا؟ دغيا رابا موجود الرونديفو ديالها، بالنسبه لشحال ديال الوقت باش يخرج ليك الرونديفو اسبان غابا؟ المهدي تولي، مهدي تولي بالنسبه للرونديفو ديال رابا سهل، ماشي شي حاجه في البي ال اس، ماشي بحال الناظور كازا صعيب، طنجة سهل في البي ال اس موجود الرونديفو ديال بي ال اس. يعني نابوليوس خويا 50,000 دكولة شهر فيها شركة، واش ندفع؟ خويا 50,000 كولا شهر في الشركة، كل شهر في الشركة واش ندفع خويا؟ نابوليوس لا مزيانة 50,000 مخيرة، إلا كل شهر خويا كل شهر في الشركة واش ندفع خويا؟ مخيرة 50,000 راه مزيانة، سي ان غوشورس لي يعني لا كاباسيتي فينونسيير ديالك مزيانة كاع مخيرة، تقدر تدفع بيها، غير خص يكون الأمور الآخرين مضبوطين، هو بالنسبة للضريبة، من ناحية ديال الضريبة، من ناحية ديال المونتاج الدوسي خص يكون مزيان. دابا انت لا سولفابيليتي، انت جيرون إيه؟ عندك شي اسوسي في لا سوسيتي ولا لا؟ لا سوسيتي واش عندك شي انا جيرون، جيرون اونيك ياك خويا يوسف؟ انا اللي كان في ستاتيو مزيان مخيره كاع صافي، غدير ريجيست كوميرس ديالك و ستاتيو، ريجيست كوميرس و ستاتيو الوراق الاخرين، غتزيد حتى لو كونط بيرسونيل ديالك، ماشي غير لو كونط ديال لا سوسيتي، دير حتى لو كونط بيرسونيل بجوج، عرفت واش كدوز فيرمون راسك ولا لا فيما يخص لا سان اس اس؟ الا كدوز مديكلاري في لا سان اس اس دير لي ديكلاراسيون ديال لا سان اس اس براسك. مزيان الا كدير داكشي مزيان، واخا
السلام، واش كتشد الرونديفو يا تشهر 5 نخوخ القرآن والسنة؟ سؤال المستوى، سؤال في المستوى. مرحبا، واش كاين شي آمال بالنسبة للملف المهني؟ سلام، أنا عندي سنة اساس 2019 وفي عام توقفت 7 شهور ورجعت، واش ماشي 2022 كاين ندفع فيزا اسبانيا ولا هولندا؟ اوكان بروبليم، حيت لا ديكلاراسيون ديال لا سي ان اس اس غيبان ليك كاع اي حاجه درتيها في الخدمه ديالك، حتى لي ستوريك كيبان فيه كل شيء. واش نتوكل على الله؟ نابوليوس توكل على الله، جو بونس الى جاوبتك ليها ديرو كبيسو. شكون اللي مسهله، واش اسبانيا ولا فرنسا؟ بجوج كاين فرنسا النسبه ديالها اكثر من اسبانيا. سلام، واش كتشد الرونديفو؟ سليمان، سلام خويا، انا جديد في سنه اساس، صالي 4000 درهم، حاول ما امكن لونسيانتي ديال العام. نسبه قبول في شهر 10 ندفع، شهر 10 مزيانه ندفع، شهر 10 حتى شهر 11، غير دوز شهر 11 بلا ما تغامر. مادام عندك شركه اللي تكون عارف داك الشيء ديال لي زامونتير لي كونجي العطل، المهم في القنصليات كيكون عندهم عطل ديالهم هما ماشي ديالنا حنا، تماك في كيكون الاشكال. خويا شحال ديال الوقت كتبقى؟ سلام، بغيت نعرف اوراق ديال السياحه اسبانيا رغم انني ما خدامش. غادي تمشي لي فيديو ديالنا في تيك توك ولا في يوتيوب ولا فيسبوك، فيما ديري حاجه لا كونسلتين غيطلعوا لي فيديو، غتلقى هاد الحاله ديالك. لافتك خويا، مرحبا. الناس كيدخلوا عندي في فيسبوك كندير معاهم معامله خاصه في لي كاستيون ديالهم. عندي لكم الدشاش. وحاولوا تدخلوا الفيسبوك حاج لا كونسلتين. هو السيوس جاوبنا الاسئله ديالو كاملين، مشينا مع دقه دقه. ديروا في حاجه في فيسبوك حاجه لا كونسلتين، اطلع لكم ديريكت. اللي بغا ندير مع الكونسلتين في فيسبوك احسن. شحال الوقت كتبقى الضمانه ديال فرنسا نقدر ندفع بها؟ فرنسا هما كيديروا فيها لا دات مفوقاش مفوقاش، اما الا خلاوها محلوله من لا دات ديال لا كرياسيون ديال الضمانه كتبقى 6 شهور. سي ان اس اس الجيرون بلاش، ماشي ضروري، ممكن يدفع بالنسبة للمتقاعدين في درهم اسبانيا. وي محمد بن جيت، محمد معاك، محمد من تيزنيت، مرحبا خويا محمد. خويا محمد من تيزنيت، مرحبا. جاوبني عافاك، واش كتشد الرونديفو؟ هاد السؤال شويه صعيب اخويا سليمان، السؤال كيدير للحبس. تكون عارف فيزا برتغال كيعطي ولا كيفاش كتشوف؟ لا مزيان، برتغال كتعطي. ما طلعش اللايف فين؟ ما طلعش اللايف، لا طلع هو اون ديريكت عندي فيه الناس خدام معاهم. دير حاجه لا كونسلتين، ماشي راه كاين كتبها بفرونسي، حاجه لا كونسلتين غيطلع لك اللايف، راه الناس دخلوها هما كاينين معايا هنا. كانوا بس يلا درتها، باغي ندفع اول مره. اييه سلام، دفعت الدوسي عطاوني موتيف 3 و10 والحساب كان فيه 6.5 مليون. ازيرتو اش من اكتيفيتي درتي؟ من الناس اللي تحقوا معنا في فيسبوك باش يطلع اسبانيا للمتقاعدين، شنو الحوايج اللي ضروري منهم؟ الرباط بالنسبه للمتقاعدين كتكون عندك اون اتيستاسيون، ما عرفتش دابا واش القطاع الخاص ولا القطاع العام. الا كنتي من القطاع الخاص، لا لاتيستاسيون ديال لا سي ام ار، المهم لا لاتيستاسيون ديال المعاش، سواء من لا سي ان اس اس سواء من الاداره ديال القطاع لا سي ام ار اللي عندكم، شهاده التقاعد، هادشي اللي عندك اساسي، والحساب ديال البنكه اللي كيبين انه ليفيرمون كيدوزو لك لو كونط، هادشي اللي كاين.
مسائل الخلينا باينين، حالة مدنية، الزوجية إلى عندك مازال، شنو آخر؟ داكشي ديال الفورميلا، ريزرفاسيون اوتيل، ريزرفاسيون افيون، لاسيرونس، شهادة التقاعد، زائد لي غولوفي بونكيغ، بلوس اتيستاسيون دو سول، وواحد جوج تصويرات. إلا كانت عندك فيزا تقبل زيدهم في الدوسي ديالك مع الباسبور ديالك. هذا إلا كنهضرو على اسبانيا. نا اريف، نا اريفي، السلام خويا، إلا ترفضت لي كونترا ديال اسبانيا ودرتي محامي، كاين شي امل؟ بيان سور، درتي محامي لا يقدر، حيت في شهادة العمل، في الكونترا، في التجمع العائلي، محامي مزيان. اما ملي كدير فيزا، المحامي ما عندك ما يدير لك، يدير لك ان دوموند اللي تقدر ديرها انت لراسك. ما غايزيد، ما غاي السيدة ارملة كتشد تقاعد الزوج ديالها العسكري، مدي تولي وي، دير لاتيستاسيون ديال المعاش ديال راجلها، زائد لي غولوفي بونكيغ ديالها. هذا هو الاساس اللي غيكون عندها. الى عندها الدراري كيقراو شهادة مدرسية، الحالة المدنية، شهادة الوفاة ديال الراجل. مسائل العاديين اللي ديما كنقول لكم، بحال الفورمولير، لا ريزرفاسيون اوتيل، بلس افيون، بلس لاسيرونس، هادو راه كيتعاودو عند الناس كاملين. شكرا بزاف، الله يحفظك ناري فيه، مرحبا. سلام خويا، تفكرت كونترا ديال اسبانيا. محمد، اش خاصني نوجد يا محمد؟ جو بونس الا فهمتيني ياك، ف جو بونس تكون فهمتي كلشي ديال اسبانيا. نشوف السؤال ديالك مزيان، حيت محمد من جيت، محمد صيعة في الخدمة ديالك، شنو خدام بالضبط؟ مطلعش اللايف. واخا هولندا مزيانة، حتى هي مزيانة، اسمح لي. مرحبا هولندا، مرحبا. السلام عليكم، واش الكونترا عمل فيها 3 سنوات المليا ناجح؟ انا كتبش عليك الكونترات ما عنديش معاهم، ما انا جو سوي سبيسياليست في التوريزم، ماشي في كنوبس. يالله دفعت ليها من عندي قدامية تروازون، كيفاش القضية او ما؟ كنوبس يالله دفعتها مي عندي قدامية تروازون، كيفاش القضية او ما؟ ولا كنوبس قدر ديرها. نادور كيرفضو بزاف فيزا اتيديون اسبانيا، علاش؟ ماشي تخصص ديالي باش نجاوبك. الارملة خاصها ضامن يكون صحيح، وي بيان سور. السلام عليكم، وعليكم السلام. مهدي تولي، مرحبا خويا ناريفي، شحال ديال الوقت يستغرق ما بين الموعد واخذ جواز السفر؟ بين الموعد واخذ جواز، الى الناظور كيتعطلوا ما بين 15 حتى 21 يوم، كانوا كيوصلوا 60 يوم ولكن ما بقاش داك المشكل. مهدي تولي، عافاك، بغيت نسولك على الفيزا ديال اسبانيا، بغيت نعرف اشنو الجديد حاليا. ما كاين اوكان الجديد. سلام، انا دفت فيزا هولندا العام اللي داز ومشيت ورجعت، ودابا بغيت ندفع مع المدام ودو زونفون. توكل على الله خويا محمد العالمي، محمد العالمي توكل على الله. مزيان هولندا كتعطي العائلات. كيفاش اكتيفيتي؟ ما فهمتش كيفاش اكتيفيتي، ما فهمتش الخدمه ديالك اخويا ازيرتو، شنو هي الخدمه ديالك؟ باش على حسب القطاع اللي غنشوف على من نجاوبك. واش بالصنعة نقدر ندفع للبرتغال؟ بيان سور، هي كتقول لك الخدمة المينا نقدر ندفع بها، بيان سور. شكرا بزاف، مرحبا، الله يحفظك. الناس اللي مازال ما تحقوش معنا في فيسبوك، التحقوا باش نجاوبوا على الناس كاملين. الناس اللي معنا في فيسبوك بان لي اسئلة شوية قلالين، عندي الكرمون، الكرمون تريسيان، عندك تريسيان تقدر تخدم بها. واه تريسيان، راه خصك تمشي تسجل في الغرفه ديال الصناعه التقليديه، كيعطيك واحد الشهاده 48 ساعه، كيعطيك واحد الشهاده ديال المهنه، وديك المهنه خص تقول ليهم مفوقاش انت بديتي الخدمه، باش تكون عندك لونسيانتي يعني الاقدميه، هي اللي كتلعب دور في هذا، حيت انت بحال اللي كتسمى اختيزون.
هذه هي المهنه اللي تكون عندك، زائد غتزيد المساله ديال الرواج الحساب البنكي على حساب الخدمه اللي عندك. اما المسائل الاخرين اللي ديما كنقول لكم الفورميلار والباسبور وجواز لاسيورونس ريزرفاسيون اوتيل بلس افيون، ما عرفتش واش غيديروا شي ضمانه من شي بلاصه. الا مزوج كدير الزوجيه كدير لها الترجمه، الحاله المدنيه كتزيدها في الدوسي، هادشي اللي كاين. عندك الاولاد كيقراو، زيد الشواهد المدرسي ديالهم يكونوا بفرونسي. ليتريسيان، شكرا بزاف، مرحبا. اللي مازال ما التحقش في فيسبوك يلتحق، كنجاوب تماك فين كنجاوب على الاسئله بزاف. واخا عندي باتونت، واش ندفع بها؟ وي بيان سيغ تدفع بها. عافيك فين كاين القنصلية ديال البرتغال؟ القنصلية ديال البرتغال كاين في كازا، كاين في الرباط. السلام عليكم، ندفع اسبانيا على حساب الطبيب سيمانه، مازال والميساج غاري 1/10 الطبيب. قدي جاوبوك قبل، قدي جاوبوك لي، حيت هما كيشوفوا دوك لي بيريود اللي قرابين كيجاوبوا عليهم قبل. هادشي اللي كنلاحظ انا بالنسبه ليا. تحيه ليك خويا من زيو، مرحبا خويا كرم، تحيه ليك خويا من زيو، مرحبا الناس ديال زيو. الناس اللي مازال ما التحقوش بالفيسبوك يلتحقوا معنا، الله يرحم الوالدين، حيت باش ملي نبقى نديروا لي لايف المره الجايه تكونوا حاضرين. حيت الا ما درتوش هذا المجهود دابا تدخلوا لاباج فيسبوك، المره الجايه قد ما تلقاونيش في تيك توك. ديروا مجهود، ديروا مجهود باش تدخلوا فيسبوك، حج لا كونسولتين ريشيرش غطلع لكم فيسبوك ودخل. ديروا شويه ديال المجهود، نرضي عليكم. عندي رونديفو 12/9، شحال د الوقت باش يقدروا يجاوبوا؟ 21 يوم ماكسيموم، 21 يوم يكونوا جاوبوك. لاحظت انه في هاد الايامات 2 سيمين 3 سيمين كيكونوا جاوبوا، ابار الا كانوا شي عطل. شكرا خويا زكريا، مرحبا خويا محمد، مرحبا. باش تنصحني هولندا ولا فرنسا؟ مع العلم ديجا مشيت لهولندا وبغيت ندفع انا والعائله. هولندا كمل هولندا، ولكن الى بالضمانه. السلام عليكم خويا، عندي الضمانه المانيا، بغيت ندفع بالسجل التجاري، واش كاين شي امل؟ اليمان نيشان كتعطي الالمان، الما كتعطي الى عندك المسائل مضبوطه، ولكن الضمانه بيان سيو. عافاك الله يخليك، جاوبني الا دفعت الفيزا انا والزوج ديالي هو استاذ متقاعد. مزيانه خويا، بي ال اس طونجي، وي بي ال اس طونجي، مالها بي ال اس طونجي؟ مالها بي ال اس طونجي؟ قطاع الخاص ربان مركب الصيد، يعني الاخر، وتقدر تدفع. مزيانه اسبانيا. علاش لوطيل كونفيرمي لا؟ علاش بوطيل كونفيرمي لا؟ ماشي مساله ديال اوتيل لا محمد العالمي، حيت بلوطيل كيكون مشكل ديال الرونديفو ما كاينش بزاف، ممكن واتساب خويا، وي ممكن واتساب، وغتلقى في لاباج ولا قيد 06/61/44/63/10. واش بي ال اس طونجي حتى هما كيجاوبوا على 20 يوم؟ تقريبا هكاك. طنجة حتى هي كتجاوب دغيا، ماشي بحال كازا هي اللي كتعطل، وما عرفتش شي مدينه اخرى. الرباط حتى الرباط كتعطل شويه. بي ال اس طنجة دغيا كتجاوب، عافاك جاوبني. عيشة الرجراحي، مرحبا، ما شفت السؤال ديالك، شنو هو السؤال؟ انا دفعت فيزا اسبانيا دابا 12 يوم باقي ما جاوبوش. المقاولو يجاوبوك، راه نورمالمون قلت لك من 15 اليوم، من 15 اليوم حتى 21 يوم الى الناظور. الى عيشة، الى كتهضري على الناظور، عيشة الرجراحي. تعطوني موتيف 13.
تقدر تعاود. دابا انت اش كدير؟ ها دابا انت اش كدير اسماعيل؟ خويا خديت الرفض هولندا في شهر 8، واش نبدل الدولة؟ خويا خديت الرفض هولندا شهر 8، واش نبدل الدولة ولا نعاود معاهم؟ تقدر تعاود معاهم ماشي مشكل الا عندك الضمانة. سامح حتى انا خصني الطبيب، حتى انا خصني الطبيب. اش كندير؟ والله يا رب. انا خدام طوليي في واحد الكراج مع واحد السيد عنده العقد معاه لمده 5 سنوات، دابا 3 سنوات باش درنا هاد العقد، وعندي شهاده المهنه. اش من الوثائق اللي نحتاجها في الملف باش ندير والله بالضمن؟ الى عندك هاد المساله، ما عرفتش واش عندكم لا باتون ديال الخدمه ولا لا، حيت راه عندكم محل، عندكم الرخصه جو بونس، غتكون عندكم الرخصه. اما شهاده المهنه ديال الغرفه الصناعه التقليديه راه عارف راها كاينه. يعني شنو غدير؟ غدير بعداك الضمانه اللي غيصيفط لك ملي الضمانه، خص تمين القرابه اللي عندك معاه، زائد يزيد لك الباسبور ديالو، دي اول حاجه. ثاني حاجه غدير المسائل ديال الخدمه ديالك، لاكتيفيتي يعني الخدمه شنو خدام، الشهاده العقد اللي درتي ديرو في لو دوسي، دير له الترجمه الفرنسيه الا كان بالعربيه. غدير شهاده ديال المهنه من الغرفه الصناعه التقليديه، وإذا كانت عندكم لا باتونت ولا كانت عندك الرخصه ديال المحل، دير لها الترجمه بالفرنسيه، غالبا غتبانو فيها بجوجكم. هذا من ناحيه. عاد كتمشي الحاله العائليه، واش مزوج ولا ماشي مزوج؟ الا مزوج غدير الزوجيه ديال لها الترجمه بالفرنسيه، زائد الحاله المدنيه. الا عندك الاولاد غتزيد الشواهد المدرسيه ديال الدراري، ما عندكش الدراري ما ديرش. عاد كتمشي الاساسيات اللي ديما كنهضر عليهم، اللي هما لي فورمولا كيتعمرو، جوج تصاور، الباسبور، لا كارت ناسيونال، و لي ريزيرفاسيون ديال البي دافيون الي روتور، حيت راه عندك الضمانه اللي عند من تمشي، وتزيد اسيرونس فواياج. واخر حاجه اللي غتكون لي غولوفي مونكير، 3 شهور الاخرانيه ديال البنكه، زائد اتيستاسيون دو سول، شحال عندك ديال الفلوس. صافي خويا يونس، جو بونس الى جاوبت على السؤال ديالك، حيت كان سؤال كبير، هذاك الشيء جاوبت عليه كامل. انا من كازا شهر و 12 اليوم باقي ما جاوبوش اسبانيا. عيشه الرجاحي راه كيتعطلوا، كازا كيتعطلوا كما قلت، كيتعطلوا، كيوصلوا حتى 60 يوم، 60 يوم كيوصلوها، كيتعطلوا بزاف. واخا واش انت قنصل ولا واش انت قنصل ولا شنو علاقتك بهذا الموضوع خويا اسماعيل؟ انا عبد ضعيف، عندي وكاله ديال كسميتو كابينيه كونسلتين فيما يخص الفيزات، المونتاج ديال لي دوسي ديال الفيزا، المونتاج ماشي كنعطي الفيزات، كندير تريتمون ديال لي دوسي ديال الفيزا سولون لا بروسيدور ديال القنصليات، هذه هي الخدمه ديالي. خويا شحال تنصحني نحط في كونت بنك دوسي سالاري؟ عندي فيزا قبل. خويا شحال تنصحني نحط في كونت بنك دوسي سالاري؟ عندي فيزا قبل. كل ما كانوا شويه على حساب لو سالير اللي غيكون عندك، السالير اللي عندك هو اللي غيحكم شحال غديري فيه، ولكن ابارتي من 30000 الفوق، حيت علاش؟ حيت باش يعطيكم مده الا كانت عندك فيزا قبل. شكرا خويا عيشه رجحي، شكرا، مرحبا، مساء النور، مساء النور. السلام اخي، بغيت نجي عندك. مرحبا، اللي بغى يجي عندنا مرحبا. توفيق النامي، سولتك اخويا ما جاوبتينيش، يوزر 1173، ما شفت السؤال صراحه، ما شفتوش. داكشي كنقول لكم ادخلوا معنا في فيسبوك باش نجاوبكم. الله يرحم الوالدين، شكرا خويا، جواب اللي كان ممكن، جواب الا كان ممكن. يونس خويا، يونس خويا يونس، جو بونس الى جاوبت على السؤال ديالك راه من الصباح كنشرح لك، يمكن ما سمعتي والو جو بونس، ياك ما عرفت علاش. خويا يونس افقير، السؤال ديالك جاوبتو عليه. ولد
ولدي باغي يقرا اللغه في اسبانيا، اش خاصو؟ اول حاجه خصو يدبر عليها الا باغي يدير اللغه هي الكارو ولا تيسيسون بلوكاج، حيت هي اللي فيها مشكل بزاف. امس جواب جاوبت عليه. خويا يونس شنو عرفتي اش غدير؟ انا هذا اللايف غنسجلو لك في لاباج ديال الفيسبوك، غترجع ليه لهذا السؤال اللي جاوبت عليه، غير تعاودو غتلقى الجواب تماك. صافي دفعتنا في 28 اخي، فوقاش يردو علينا بالاسنادور في نظرك؟ 28 يعني قول واحد، نقولو حنا واحد سعودي، واحد حتى العشرة. او كور د هاد لا سيمانه يقدر يجاوبك، من هنا نهار الجمعه يقدر يجاوبك. مواقف اللايف عندي ما نواقف، كانت لا كونيكسيون شويه ناقص على داك الشيء. غتلقى في اللايف، من بعد تلقى مسجل في لاباج غتلقى الجواب. صافي جاوبتك بديتاي على حسب السؤال ديالك، تعرفي لا. السلام عليكم. انا ما عندي شركه نقدر ندفع بالرواج بيرسونيل. خويا ناس تقدر تدفع بالرواج كونت بيرسونيل، ولكن لو كان عندك لو كونت لا سوسيتي احسن، دفع بهم جوج باش تبين ان الشركه خدامه. الى شركه اللي ما عندهاش كونت راه شي حاجه ناقصه، يشوفوا عندها شي حاجه ناقصه، ولكن تقدر تدفع بلو كونت بيرسونيل. واش ممكن تطلعني اول؟ واخا نزيد واحد شويه ديال الوقت، نقدر ندير واحد نص ساعه ديال الاسئله في الاخر. شنو داير في الفيسبوك؟ شنو داير فيسبوك؟ غديري حجله كونسلتين كما كاين، تلقاي اللوغو والسميه كما كاينه في تيك توك، حجله كونسلتين تلقاي تماك المسائل. نوقف. مرحبا داير فيسبوك. ودابا راجلي دفع لي بلجيكا، قالوا لي دابا شنو حل بلجيكا كتعطلو؟ ودابا راجلي دفع لي في بلجيكا، قول لي دابا شنو حل بلجيكا كتعطلو؟ بلجيكا ما كتعطلش، لا بلجيكا ما كتعطلش. فين عندك الوكاله في الزغنون؟ حدا بنك افريقيا. سلام، او ما ماكسيموم نهار الرواج اللي تخصنا ديري هذه شهر شحال؟ تشارلي هاني تشارلي خص يستنى غير لاكتيفيتي من تخدمنا مزوان باش نشوف السؤال هي، بركي كور حاش كور على الرواج، كور خدمنا غاز على الرواج نص، مايمكنش تقضي على الرواج مني. واه فين عندك الوكاله في الزغنان؟ في الزغنغان حدا بنك افريقيا. سقسي شقع وخفي جاوب اخويا انس، مين يعني جاوبنش وفي مشى بالضبط مين؟ هاني تشارلي الله يحفظك شكرا. وهرنش دفعة 2 دي 9، 2 دي 9. سامح من منو مين دفع 2 دي 9؟ خو ظني فيزا زي فيزا، تصور مع صاحب الضمانة كيساعد في الملف بيان سور، كيعاونو بزاف يونس افقير، كيعاونو تصور فيزا بالتجمع بالجنسيه شحال كيتعطلو في الناظور؟ كتوصل حتى 60 يوم. قنصليه ضمانه، انا ضمان، انا مامو مضاره كريديت. فهمتش فين عندك الوكاله بالزمان؟ قرا ميساج من الاول، بلوكيتي ليه 8.5 مليون. وا بيان سور انا صيفط لك زغنغان بنك افريقيه. وي ميساج باش جاوبني، ميساج باش جاوبني. في مخشى ريجيس كوميس بالحرفة مزيان اسبانيا، دفعت سالاري وعطاوني فيزا فرنسا على 15 جور، بروميير دوموند راك ناضي كنادي العز مسلم افريكانو. الله يحفظك بارك الله فيك، الله يحشمنا. هو صافا هاني، انا دفعت كازا جوج مرات
ويا صافي هاني انا دفعت كازا جوج مرات ودر بارك بارك عليك زكريا، راك كتعيا بزاف دابا، شت الخدمة ديالك كتمحن بزاف. الله يحفظك، الناس اللي كيعرفوني عارف شنو كاين اخاك، كيك ما كنبخلوش عليكم المعلومات، الناس اللي عارفيني كيشوفوني كيفاش خدام ما كنوقفوش كاع لا شمنا الدوسي قوي والو. والله ما فهمت حد اسبانيا شويه الدعوه ما تفهم والو الصراحه. كونتيني. سلام توغا تشني فيزا رخوزي كورونا وثيع ما مش تواريد دفع توكل على الله الا كفيزا ني دي قديم دي الطلب من عمار الطلب اكريس فيزا النمره وث فيزا تقديمين لي داتي توغاش التواريخ تجي فوتوكوبي ديال فيزا دي توغاش تقديمين تجي ندير لو دوسي ان شاء الله يكون خير. السلام خويا وعليكم السلام ورحمه الله. فيصل ما شحال خصني في الكونت بونكير سالاري على حسب لو سالير اللي عندك واللي راه يحكم شحال. مسلم افريكانو تحياتي مسلم امين تعني ديني امين تعني دبا عليك خواصي امين تعني تصور الرواج فقط كنحط الفلوس مقدار 7000 درهم في الشهر، كان عندي في الحساب 9 المليون. الرواج فقط كنحط الفلوس مقدار 7000 درهم في الشهر وكان عندي في الحساب 9 المليون. مزيانه تقدر تدفع بها مزيانه مخيره كاع. مسلم افريكانو عموما الرونديفو ني خسوار نيشان اتمنعد الرونديفو فوتوها لا سيلفي ضروري. شكرا لك اخي الكريم مرحبا الله يحفظك بارك الله فيك. ماكسيموم الرواج على حساب روجيس كوميس في الحرفه صديبو على حساب الحرفه حيت كاين شي حرايفي كيحتاجوا راس مال يعني تقدر شي كان دير شي كان كبار دير شي كان يعني تفرقهم لي فيرمون لا كارت غيشي صديبو. الا كتهضر لا تيساسيون دو سولد راه من ابارتي من 30000 حتى 70000 من 3 مليون حتى 7 مليون راه مزيانه الموفمون راه كتدخل كتخرج الفلوس ولكن سا ديبون على حساب انت وشطارتك. يونس افقير واخا السلام خويا انا خديت فيزا 2023 اسبان في كازا وما سافرتش بها ودابا بغيت نعاود فيزا فرنسا مزيانه تقدر تعاود بها. شحال كان عطاوك صديق هشام من بعد جوج مرات ديال الرفض 2023 في 2020 بي ال اس كازا واش نعاود ندفع ولا نبدل فرنسا؟ الى سالاري طحنا فرنسا مزيانه ني غاك دفع غي غاسبانيا دي 2 دي 9 الميساج ني مرمي بو دا عندي تي سبو ميساج حتى تدغى السيت بي ال اس موروكو تدغى جوج مشان ديال ابليكاسيون اتقد ريفيرونس ني دا موشن ديال هام زوايد دفع اتقديني دمر مي خرقد اتعزو دم ديوش من ديني واخا مبدو سي ميساج برك شوما راه ميساج غادي تيشا هو المشكل تفغى لو سيت خزان من ديني خويا ممكن تفيدني مرحبا حنا راه هنايا باش نفيدو الناس. النهار اللي غنمشي ندفع في القنصلية شحال كنخلص على فيزا شحال الثمن فيزا اسبان بي ال اس طونجي لي بري عندهم راه ستوندار نورمالمون غتخلصي تماك 987 درهم قولي 1000 درهم هذا ابار الا ما عندكش شي مشكل في الرونديو حيت حنا مثلا نقولك في الناظور مثلا الا الباسبور فيه شي غلط كتزيدي عليه واحد 450 درهم عاوتاني الا بغيتي ديزو يعني دوزي بريميوم ولا دوزي شي المهم شي حاجه كتزيديها تماك ولكن الاصل في لي فري 900 قولي 1000 درهم باش ما نغلطكش فيها. انا ما كنهضرش من الحساب ديال غير كنحط الفلوس كما قلت لك قبل انا ما كنهزش من الحساب ديال اللي فقط كنحط الفلوس كما قلت لك مزيانه 7000 درهم كل شهر ما كتكونسوميش مزيانه ني غير كدفع واخا السؤال جاوب خاص خويا شحال. السلام عليكم السلام خويا حجله ازو اش سقسيغ ممكن هذا يثمن عاد الرونديفو فرنسا ايوا خصنص كما راه حبسني هشام اخ صالير 12000 درهم مزيانه 12000 درهم
يعني نورمالمون خص يكون كيشيط لك في لو كونت الا فهمتيني مزيان. 12000 درهم الا درنا حنا غير 40000 يعني 40% من السالير ديالك تحيدو، غتخليه مثلا غتخلي منه 60000 60%، تخليها في لو كونت ديالك اللي ديال الاخر خص تكون ما نقولو حنا 6000 درهم، 6 مليون مزيانه ليك تكون في لو كونت ديالك مزيانه. جواد جد خويا جاوبني شحال وصل الثمن ديال الفيزا اسبانيا؟ اسئله الله يرضي عليكم، حنا راه كنهضروا في اطار القانون، ما 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 كنبغيوش نجبدوا الصداع المسائل ماشي. حنا مصاريف ديال الملف في بي ال اس نقدر نقول لك فيزا اسبانيا كتخلصي تماك تقريبا 987 درهم، هذه كتخلصيها في القنصليه. اوكي الله ينورك، هما وحبك. مرحبا خويا عافاك، بغيت ندفع هولندا، عندي الزوجة ديالي في هولندا وهي ما خدامهش وعندي الجنسية، شحال نقدر ندير في البنك؟ عافاك بغيت ندفع هولندا، عندي عافاك بغيت ندفع هولندا، عندي الزوجة ديالي في هولندا وهي ما خدامهش وعندها الجنسية، شحال نقدر ندير في البنك؟ دابا فاش بغيت شنو باغي دير؟ واش غتدفع توريزم ولا تجمع؟ ما فهمتش. بيان سيغ التجمع ما يحتاجش الحساب ديال البنكة، ولكن سا ديبون. اسمحوا لي واحد الدقيقة، الله يرحم الوالدين. استسمح يونس افقير، انا كنهرش من الحساب ديال فقط كنحط الفلوس كما قلت لك قبل. مزيانه يا محمد، مرحبا. كنجي عندك ديما للبيرو كنلقاه مسدود، كيفاش؟ لا المحل ديالنا ديما حل الشف، نقول لك يمكن ما كانش شي محل كيحل الوقت اكثر من المحل ديالنا. حال اليوم من 8 نقول لك حتى 9 ديال الليل وانا في البيرو. وعندنا ليكيب كبيره ماشي ايكيب صغيره، غير باش تعرف انا البيرو فين عندي البيرو فيه 3 ديال الكراجات، يمكن جو بونس يمكن ما انتبهتيش، هو كاين واحد الكراج فيه الاشهار، يمكن هذاك المحل شنو كيوقع غير باش يمكن لا سيتوياسيون، بحكم ان لا استراتيجي ديالنا حتى البنات ملي كيجي البيرو ديالنا خص واحد ما يشوفش الاخر، يعني عندنا واحد الباب خاص للدخول اللي غيجي عندي للبيرو كيدخل المحل من واحد الباب، وراك عارف البيبان كيكونوا سادين على حساب لا كليما على حساب الاخر، ما نقدروش نحلوا البيبان. منين كتدخل من الباب راه كتدخل كتجي لو سيرفيس اللي عندك، الا دخلتي بيان سور للمحل. وعندنا واحد الباب الاخر اللي قلت لك تلقاه ساد، يمكن هذاك اللي يمكن جيتي منه يمكن جريتي الباب ما يقدرش يتحل لك، حيت من الداخل من تما كيخرج غير الواحد ما كيدخلش من تماك غير كيدخل، وغالبا تماك فين وقع لك الغلط، ولا جيتي من بعيد ولقيتي المحل هكاك. حنا راه ما كنزدوش، انا الا ما لقيتينيش نقدر نقول لك واخا، حيت كنتحرك شي مرات بزاف مع الادارات مع الابناك مع الاخر، نقدر نقول لك واخا يمكن يكون عندك الحق في هذه المساله، اما فيما يخص الاخر ما عندناش حنا الحمد لله ما
عافاك، بغيت ندفع هولندا، عندي زوجة ديالي في هولندا، واخا هاد السؤال جاوبنا عليه. سلام لاباس، انا دفعت فيزا اسبانيا، سياحة اسبانيا، اعلى عطلة شهر 10، فوقاش يردوا علي؟ السلام لاباس، انا دفعت فيزا سياحة اسبانيا، اعلى عطلة شهر 10، فوقاش يردوا عليا؟ خصني نعرف فوقاش دفعتي، مازال ما قلتي ليش فوقاش دفعتي، قلتي لي غير دفعت، ما عرفناش فوقاش دفعتي. حيت غالبا كيجاوبوا على حساب 20 حتى 25 يوم، الى الناظور 20 25 يوم يردوا عليك. سمحوا لي غير نصاوب هاد شحال الصالير يكون عندك؟ سميك مزيان تقدر تدفع به. سلام وما ما غاري سلام وما ما غاري فيزا شينغن عاد وثموث عزو غذقيت النغني شندوكا شندولا النغني شينغن أبعدا وذا تقدر تجول المشكل إلا أعظم أعظم فيزا غديري أوانيا تاريخ ماني غتكمل فيزا، زعما تا فيزا لي فيزا تو تا فشاريشا واخا الدولار نوني، ولكن نوع الفيزا تيب سي ستيري تاريخ نس اواني التاريخ ني كذا مزوار. كاين شي رونديفو اسبانيا عافاك؟ نو، بغيت اخويا ندفع فيزا فرنسا مرسمة في قطاع 18 شهر، راتب 6500، كونت خاص، مود محرك مزيان، فرنسا مزيانة. كيفاش ندير شهادة الأجرة القطاع الخاص حيت الأجرة ما كدوش للحساب البنكي؟ كيفاش ندير شهادة الأجرة القطاع الخاص حيت الأجرة ما كدوش للحساب البنكي؟ أزيرتو، بالنسبة لهاد المسألة غتشوف مع الكونطاب ديال لا سوسيتي اللي خدام فيها، غتقول له دير لك لي بيتان دو باي. لي بيتان دو باي شحال كتخلص في الشهر؟ حيت في هادوك لي بيتان دو باي كيكونوا فيها شي 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 دي ديتاي، واش مزوج، واش عندك الدراري، واش فوقاش بديتي الخدمه، فوقاش كدا كدا كدا. وفيها واحد البلاصه كتقول لك واش كتخلص بار فيرمون بونكير، ولا قول له يدير لك فيها كتخلص اس اس، ما يديرش ما يدير لكش كتخلص في البنكه، الماندا كتمشي لك للبنكه. هاد البيدان هي اللي كتشرح ليهم فين كيكون من كتاخذ الفلوس، يديروا لك اس اس يعني كتشدهم في اليد، باش هما نهار يقراو دوك الوراق يفهموا انك ما كتخلصش في البنكه. وفي الحساب البنكي غدير المسائل ديالك، غدير لاتيساسيون دو سوبليس لي غولوفي. نتمنى انا هاد السؤال بزاف كتطرح عليا داك الشيء، كنحاول نديطايي فيه باش ما تقعوش في هاد المشكل، حيت واحد البروبليم اللي بزاف ديال الناس ما عارفينش الحل ديالو. كنجي للبيرو، واخا هاد السؤال جاوبنا عليه، بقات ليا 13 دقيقة باش عافاك السقسي خزع، عافاك هذاك السكر هذي خزع. واخا واخا مشكل على بي سي، الله يخسي هي. واخا سماح، زعما غادي تفغى غا واتساب 0664436010 سواري دار ريسيبو ني خم دارين، اذا مدوشي نضي نهار يدفع اجنا ريسيبو قديش نجي ريفيرونس ديس ان دي ار اجن ريفيرونس سكفيد لا دات نيسونس مرمي تسمى الخلق باش معلوماتان تعمقش هذا من السكر الواتساب ديريكت صافي. اسمح هذا واش خسيوها. المهم راه كيما الله بيان سور بركي خو زعما الفغ غادي الفغ واخا في ثاري تشوما فينيو. السؤال مين يعنى قير ما توثق سيدي خا رونديفو رونديفو وزعما شنو من منعو هو المنعش. فيزا المانيا رفضوني، رافض لكيان 12 دور، انا دفعت فيزا المانيا رفضوني، رافض لكيان 12 كاين 12 داروا لي عندي اوراق غير عندي هو نمره موثق. لا خويا بغيت ندفع، خويا بغيت ندفع، خويا بغيت ندفع توريز. مرحبا نوال اسبان، السلام عليكم، عندك بعض المعلومات على فيزا بلغاريا خليد اوفيسيال؟ لا نو صراحة لا، أنا باغي زيارة عائلية وصف. كنشكرك من صميم القلب.
انا باغي زياره عائليه وصافي توريست كنشكرك مسابي من القلب. مرحبا، واش نقدر نعاود ندفع لالمانيا؟ عاود والمانيا تقدر تعاود، ماشي مشكل الا عندك الضمانه. السلام ثومات، واش فيزا اسبانيا توريست ام كونترا؟ ما كاتشتمش واحد ما وكاوتش تشتن واحد خويا كمال. ما يعاود السؤال نوسي مخشاه، انا ما كرشت من الحساب ديالي، فقط كنحط قلت خا السؤال جو بونس جاوبت عليه. كجيم البيرو محمد مرحبا، هذا السؤال جو بونس جاوبت عليه صافي سي بون. الناس اللي عندنا في فيسبوك ما عندكمش شي اسئله؟ اللي مازال ما التحقش بفيسبوك يلتحق. سلام، دفعت فيزا سياحة اسبانيا اعلى، عطلة مدرسية شهر 10، فوقاش يردوا عليا؟ الله يجازيك بخير. شهر 10 اسبانيا. السلام عليكم، ضمانة هولندا مزيانة؟ واش الضمانة ديال هولندا اللي عندي زوجية واش كاين شي امل بالنسبة للسياحة؟ مزيانة وتقدر ديرها، كاين امل بيان سور. سلام، عندي فيزا شنغن، علاش الاسئله كيتعاودوا؟ انا جاوبت عليهم. خويا زكريا، عندي ضيافه لالمانيا، ولد خالتي معلمي، انا صلاري، واش نتوكل على الله؟ خويا سلماني نور الدين، توكل على الله. المانيا الى عرفت باش يعني لي غوسوخس ديالك عارفاهم مزيان باش كتعيش، هذاك الشيء كتقلب كتقلب انه تكون عندك لي غوسوخس باش ترجع، باش نفهمو انهم غترجع. هادشي كيقلبو عليه بزاف، وزايدوني الى عندك الضمانة يعني المانيا الضمانة مزيانة، هي ماشي دولة سياحية كما كنقولو، كيفضلو انه الواحد تكون عنده تماك لافامي باش فيما يخص راك عارف اللغة والمسائل، المسائل كيفهموهم هما. اخوان عندي معاكم 8 ديال الدقائق ان شاء الله، عييت خويا تعطينا العنوان ديال المكتب نزوروك المكتب. مرحبا، انا كاين في الزغنغان اجونس حجلة كونسلتين، كاينه في الزغنغان حجلة كونسلتين، كاينه في الزغنغان بالقرب من بنك افريقيا الزغنغان، اجونس الزغنغان اللي كنت فيها سابقا ديريكتور داجونس. خويا ممكن خويا حجلة، واش ممكن ندفع لاسبانيا توريست مع العلم رفضوا لي هادي عامين دابا؟ توكل على الله، راه الناس كل 6 شهور كيعاودوا لاسبانيا. يا محمد مرحبا، قاسم قاسم عاود اسم واه صباح اسبانيا. مرات غا شاريج كوميرس بيان سور، اون ديفو هولندا شهر 10 طلقوا ليه، يمكن جو بونس هاد السيمانه يقد يطلقوا ليه، هاد السيمانه يقد يطلقوا ليه. شوفوا سماح طلعت لي هنايا جو بونس فيسبوك في واتساب، نشوف لي دوني ديالها. السلام عليكم، تو اكي جدي اللايف اخي، خا 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 كي مغزار الخوذه بريد باش واخا صوري دا سماح وينات صوري لي روسي سواري دي سماحة روسي نمش هذا مخزا غير خو ما حنا قبل غير كاف فيسبوك يا في واتساب ماشي دوار تبحث. ايوا يجاوبو نخو الاسئلة هي او غيجاوبو نخدق مرة، شي كنقول لكم انا ما قدش نجاوب، عذروني عذروني. سواء كنعرفك بالنسبة للصليغ ديال الاقدمية 4 سنين. السلام عليكم، عافاك بالنسبة للصالير، الصالير 3500 درهم، قدامي 4 سنين، سما واش كاين شي حظ؟ وي بيان سور، حيت عندك لا سي ان اس اس فيها قدامية مزيانة. نيغاش، واش فيزا سياحة أم فيزا كونترا؟
ما كوريشتيش وحس وكوريش تنوحس كوريش تنوحس فين ديها قناس كونترا تيب دي نغني كونترا تيب سي دي لا علاقة لك سي ندور واخا وتجبو نيتين سامح سكيد سكيد على ريسيفو وتجبو نيتين تتسوى هذا الفورمولير خصها ريسيفو نخد تصديني يمكن هذه اللي هو نزيدكم مش مساك ديف اكتواليزي اكتواليزا شكرا بزاف وعندي الضمانة عندي روسورس لا عندك مزيان انت الاخر لاكتيفيتي و روسورس مزيانة غير شوف داك السيري ديالك الضمانة الا كانت القرابة راه مخيرة كاع خويا فوقاش غيت القرون ديال اسبانيا الناظور غيبقى واحد السيمانة تقريبا يكمل شهر 9 يقدر يحلو بالنسبة لشهر 10 واش نقدر نعاود ندفع لألمانيا واخا كان عندي الرفض باللي الأوراق غير موثوق بيهم الصراحة سا ديبون كيفاش تي ال اس جلاتك عندهم تي ال اس هي اللي فيها مشكل فين كاين الزهر بزاف واش اسبانيا ولا فرنسا النسبة ديال القبول نقدر نقول لك فرنسا نقدر نقول لك اسبانيا سا ديبون على لاكتيفيتي اللي عندك الى سالاري نقول لك الحظوظ عندك في فرنسا الى قلت لي ريجيس كوميرس نقول لك الحظوظ كاينين في اسبانيا فوقاش يحلوا الرونديفو اسبانيا قري مين يبقى واحد السيمانه تقريبا تكمل شهر 9 لايف جوب ان يو جون لايف فور ايوا 90 مينوت كيما كيوم ثانيتين 90 مينوت لطيف لطيف على لا باس عندي ار 10 عندي ار 10 20 92 182 طات نيسونس جوج 2002 واخا سي مغزى بي ال اس ابليكاسيون رونديفو تراك ابليكاسيون غزة خويا حجلة عندي واحد السؤال مومو مرحبا شوف واحد السيدة نشوف معاها هاد لو سويفي ديال لو دوسي ديالها عندها 13 داي 13 2002 شوارتي جاها السيخ سيخ ديريكت يا السلام خويا حجلة عندي واحد السؤال السلام خويا عليكم السلام ورحمة الله فين واصل الرونديفو ديال فرنسا بالنسبة لصحاب الناظور اقضي شحال من تسعة تقريبا شحال من تسعة قاعد يكمل شحال بزاف شكرا بزاف المعلومات ازيرتو مرحبا كا
عسكرية زنايدي اللي بغى يدفع فيزا اسبانيا شهر 12 فوقاش خاص يشد رونديفو. خويا محمد مرحبا، ما ننصحكش شهر 12، شهر 12 غابعد عليها، شهر 12 شوية صعيبة. انا جارك عندي الواليد مريض، عنده اوراق المانيا، عند الدار باغي يدي الوالده باش تكون به، باش تكون. انا جارك عندي الواليد مريض، عنده اوراق المانيا، عندي الدار باغي يدير الوالده باش تكون به، و يقدر يدير ليها يدير ليها لانفيتاسيون من المانيا. نشوف هذا خرج خدام 12، كنا 12 13 جوج فيريفي خويا. انا دفعت نهار 8/9 ومازال ما جاوبونيش برتغال كتعطل شويه. السلام عليكم اخي الكريم، فين جي عندك؟ بنك افريقيا الزغنغان، عندي الدار في المانيا مريض وما يشوفش، واش كاين شي طريقه من المغرب؟ سؤال شويه صعيب حسب الحاله، ما عرفتش رونديفو ديال فرنسا. سهيلة وعاس، هاد السؤال ما تسولونيش على رونديفو، الله يرحمك المهم الوالدين، سولي على التواريخ، سولي على الوالدين، ما تسولوليش على الثمن ولا شي حاجه بحال هكا، الله يرضى عليكم. اللي بغا يدفع فيزا شرط اللي مازال ما دخلش الفيسبوك يدخل الفيسبوك. واش خويا فين عندك المكتب؟ انا عندي في الزغلغل انفاليد، ايمي انفاليد. شو انت موينات ديري فيه خاي؟ شحال كيبقاو يردو اسبانيا؟ انا باغي ندفع شهر 10 ولكن الفيزا نديرها 20 في شهر 12، واش ما كاينش مشكل تفتح؟ وا تقدر تدفع في شهر 10 مزيانه، ماشي مشكل، اوكان بروبليم في هذه المساله. شحال المده كيردو؟ 21 يوم. انا شديت رونديفو ديال فرنسا في قلميم، باب الصحراء ب 26,000، بعيد انا فاس. فك اخويا باش تنصحني ندفع شهر 12 ولا 4 فرنسا سالاري شهر؟ سويلا فرنسا احسن، فرنسا مزيانه، انا شهر ونص نسردو اس ام اس. اش مدينه؟ 285 285 285. ندير واحد الطريقه الله يرضي عليكم، حيت الناس اللي الاغلبيه ديال الاسئله اللي كيسولوني مازال ما جاوبونيش. باش نجاوب على هذا السؤال غنعطيكم النمره التليفون دابا اللي عطيت لكم دابا 06، شي واحد يقيدها الله يرحم الوالدين يحطها في اللايف لا في فيسبوك لا في تيك توك يصيفطها. اللي مازال ما ردوش عليه غنصيفط له لو ليان باش يبقى يشوف لو دوسي ديالك. الناس ديال بي ال اس غنبقى نصيفط لكم لو ليان اللي غادخلوا تدخلوا المعلومات وتشوفوا، حيت انا كنت باغي نمشي معكم واحد واحد نشوف له، ولكن هكا لا، اللي غيدخل عندي يقول لي خصني الليان صيفط لي انا، صيفط له الليان يشوف الراسو وغيتبع المسائل ديالو بلا ما يستنى ميساج. حتى لو سيت دابا انا كنفيريفي واحد السيده بان لي بحال لي بلوكاني حيت مشات ليا كونيكسيون ورجعت داكشي بلوكاني. غنصيفط لكم الليان، هو عندي هنايا، هو مثلا هاد السيده اللي صيفطت ليا دابا هنا غنصيفط لها الليان، هي غتمشي تدخل المعلومات اللي صيفط ليها دابا هي صافي.
باش حتى هي تبقى تشوف، حيت انا نقدر نشوف ليها دابا ولكن من بعد ما نلقاش، ولكن هي تبقى تبع مع راسها. واخا عافاك خويا باش تنصحني ندفع انا الرقم. عافاك شحال ديال الوقت باش كيجاوب؟ والو غير بي سي والو. لا غير كليك غادي التليفونات تقد وجبو ضروري بي سي، سماح وجبو ضروري بي سي. كليك خلي عندي التليفون ثم المعلومات، كوبي النمبر نظام دوشير ساعتي تقوم شانس ذي وينث ذي مزقان سوا دايما ميخرقل غير حضيج نحاج دايقة تولد النهار ام ام قد شهر ونث عام تمام. اخصام يدفق ولكن غالي المشكل شوية ديون السالبس كذي السيف الخوال نعود غير جمعة نغني 122 اخو بلا مغزى ولكن من بعد خصك تيري السندور الشم. انا 10 ايام جاوبوني فيريفيا قاسيب مايت بروسيسين اتميسين اقما سماح جبرون مازال عام مازال سمح لي اذا غدي اسم ولكن عندوني قصد كابتور المهم قات تسجل غلانيتي انا مش شنو واش تغيس اها كابتور بي ال اس واخا انجستري بي ال اس سماها قاس كي غمد لي طن نمق مازال عندهم دارين شاعر صافي ام غتقول شو واش تخزع يوميا غزع سابي سمو معليش صافي شكرا احسن اسبانيا ولا فرنسا في فيزا سا ديبونس اعطينا النمره ديالك 06 61 44 63 10 عطاوها ليا في 30 جور هنا هنا مزيان الله يوفق دعي معنا لا وفق لا وفق جميع ان شاء الله الله فيك. مرحبا سماح سلام سليم حاولوا ندخلوا الفيسبوك الله يرضي عليكم الله فيك الله يسهل على الجميع امين. شكون احسن فرنسا ولا اسبانيا ولا البرتغال في هاد الايام؟ نقدر نقول لك كل اكتيفيتي يعني اش من دوله نقدر نقول لك. سلام فتي اغابالو الله يوفق الجميع امين. خي كتعرف شي واحد كيدير كونترا مضمونين؟ لا وقتاش يحلو موعد المانيا في اي ساعه؟ المانيا كيحلو نورمالمون نهار الجمعه ولكن مؤخرا كيبدلو ما بين الخميس والثلاث وواحد المره حلو نهار السبت ولكن غالبا نهار الجمعه. عاد ما عاود النمره كتفتي بالزربه زيرو ستة 61 44 63 10 اللي قد يكتبها ويصيفطها. الساعة وقتاش؟ الساعة غالبا كيحلو مع ديك المهم مع وقت الصلاة قبل وقت الصلاة بشوية ولا من بعد وقت الصلاة. ها هي النمرة ها سيدي ها سيدي اللي ما شافهاش كنت كنتمنى انكم تدخلوا كاملين الفيسبوك ولكن ما عندي ما ندير دابا خصني نمشي حتى هنا صافي بارك عييت مرحبا فين عندكم الوكاله؟ حنا كاينين سيغ الزنغه الناظور. السلام عليكم راجلي خدام وانا كذلك انا عندي كريدي وراجلي غادي يعمل لي بريزون شارج الى الصالير مزيان بجبيكم سي با لا بين ديال بريزون شارج بريزونتي لي بيس ديالك ولي بيس ديالو هو تقدر تدفعو هاد الامكانيات كاينين
خي انا شهر ونص بقال ما سردو اس ام اس، زعما يكون مشكل؟ لا لا ماشي مشكل، لا الحلويات السلام عليكم خويا، نخليك انا زلايجي عندي دبلوم فيه، واش كان شي تسجيل للبرتغال؟ الله يعطيك الخير. تسؤال كتهضر على الخدمه على لي كونطرا زلايجي؟ لا لا صراحه لي كونطرا ما كانت خدمتهمش، ما كان خدمهمش حتى الهضره تلفات ليا 4000 حتى 3500، الصالير ديال ما بين 3500 و4000 درهم، راجي 5000 درهم. مزيانه مزيانه، تقدر ديروا دوسي واحد بريزونتيو فيه جميع لي دوني ديالكم بجوج بيكم. عافاك السيت الى بغيت نشوف فيزا. دخلي عندي الواتساب، راه عطيت لكم اسميتو، قولوا لي غير صيفط لي النيان صيفط لكم سير بلاص، راه النمره من الصباح الناس قلبوا عليها باش نصيفط ليهم، ما عرفتش واش لي بغا ليان نسيفطولو نسيفطولو، قول لي غير ليان نسيفطولو نفهم ديريكت انه باغي غير ليان. سلام خويا زكريا، كيش محمد زكريا لاباس؟ كيش محمد الغياط مرحبا. محمد سلام شاف يا داوير. ان شاء الله ان شاء الله. واخا محمد محمد صافي كلشي مشكل ان شاء الله بالحق. ياوي صافي كاري السلام عليكم. لا لا نشوف بغيت نستعمل المغادره اوكي، غادي غادي الاستدعاء قرار الاستدعاء اوكي، معنا المدفوع ثاني المغادره ندعس صافي من القرار الاستدعاء وكافي الفوتوكوبي كلشي لازم تصافي صردي لي اللي الله يرزقك بخير. ها هو صافي، الناس اللي صافط الناس اللي دخلوا عليا عندي على حسب اللي نصيفطو ليهم ديريكت باش من يشوف الراسو ديريكت يبقى يشوف ترانسفيري. ها هو وصلك صالون داك السيت اللي بغيت نشوف فيزا. انا راجلي هز كريدي شي نظار وعندنا روجيرس كوميرس بغينا ندفعو فيزا وكان بروبليم، فوقاش تنصحني ندفع في اسبانيا؟ انا كنت ناوي شهر 12، شهر 12 ما ننصحكش بيها كاع، شهر 11 10 شهر 2 ندفع يعطيوني فيزا، ما ننصحكش بيها شهر 12 كاع، كيكون عندهم لي العطل ديالهم. شكرا حفيظك الله مرحبا. واخا عندي كريدي ديال البنكه ما... بالعكس الا عندك كريدي البنكه راه يعني البنكه تقت فيك، يعني كيفاش هما ما يتيقوش فيك يعطيوك فيزا؟ عافاك خويا الزوج ديالي عنده حجوج خدامي 3500 7000 درهم، واحده فيها 4 سنوات اول مره قدميه. ما فهمتش بالضبط اخوان الصراحه، عييت نخليكم دابا حتى الغدا ان شاء الله الى كتاب نديرو شي لايف اخر، ولكن حاول ما امكن تدخلوا لاباج ديالنا ديال الفيسبوك حجلا كونسولتي، حيت هي اللي غنبقاو دوغينافو غنبقاو نخدمو بها باش الناس يستافدو مزيان. تيك توك شويه الدعوه ما هو الناس بزاف من واحد اللي دخل عندي على حساب ليا بان ليا هاد ليا غينفعكم بزاف. ها ليا باش تشوفوا ايماج، لا عندك شي مشكل سوسيتي انكسيسيبل؟ علاش انكسيسيبل؟ انا خدام عندي، علاش ما خدامش عندكش؟ شوف
يلا يلا شفت به واحد السيدة دابا عاد خدم لي انا. كيفاش غندير السيدة قالت لي ما خدامش، ما عرفتش علاش، يمكن كيدير فيه شي ميزاجور. شوف نحيد التليفون باش نشوف. لا صافي بلاش. سينو شوفي بدلي او انا خدام عندي. حد قال لي ما خدامش دمندي، سينو شوفي بي سي. الى هنا الاخوان نخليكم ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله. صافي عييت.